مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله حبايبي الكل مسين ومصبحين بألف خير. حبايبي اليوم الفيديو تبعتي هو للشعر. طيب انا زي ما وعدتكم قبل اسبوع، قلت لكم كل اسبوع انا راح انزل وصفه، كل ما بعمل وصفه شعري راح اشارككم فيها. وانا ماخذه هذه 6 شهور، يعني فتره الشتاء، ومن هسه بدايه الصيف راح اضل استعمل هذه الوصفه عشان احافظ على شعري بهاي الفتره. حبايبي ان شاء الله هذا الفيديو ينال رضا الجميع، واللي اتمنى من عندكم حبايبي كثير منيح وكتير كويس هذا الفيديو معلش انا غبت عليكم شوية، رحت جبت الخلاط. كتير كويس هذا الماس للنساء اللي عندهم كتير تساقط بشعرهم، كتير يعانون من التساقط من الشعر. وصفة كاملة مكملة، بس لازم تتحملي لانها فيها البصل، وانا صراحة احب البصل للشعر مع انه في رائحة والكل تنزعج. انا زيكم كمان يعني بنزعج من رائحة البصل، بس البصل الصراحة يعني كتير طلعوا هذا المي تبعته اللي كتير كويس للشعر. اتمنى لكم حبايبي انكم تسوون هاي الوصفة، وانا متأكدة راح تنال رضا الجميع. زي ما انتم شايفين راح ناخذ تقريبا نص الحبة، مو كاملة، نص الحبة من البصل حبايبي، وراح نخليها هيك ونخلطها زي ما قلت لكم، زي ما بحكي لكم بالخلاط، نخلطها كثير كويس عشان ناخذ المي تبعتها. زي ما انتم شايفين انا بحاول اخلط فيها عشان اخذ المي تبعتها. هاي الوصفة كتير كويسة للنساء اللي عندهم كتير تساقط بشعرهم، كتير تساقط. هاي زي ما انتم شايفين صار مثل طلعوا مثلها. حبايبي هيك لازم شو بنسوي، نبلش نصفي عشان هذا شو نقول بقاية البصل ما بتضل على شعرنا، زين، لانه يضل هيك مثل عبالك بودرة بالشعر اذا خليناه هيك. حاولوا صفوه، احنا بدنا بس المي تقريبا ملعقة او ملعقتين، حتى لو طلعت 3 ملاعق ما راح يأثر نهائيا. زي ما انتم انا هون هيك وراح اخلط بنفس الخلاط. زي ما انتم شايفين حبايبي انا هيك احاول اصفي عشان اخذ بس المي. انا محتاجة من عندي 2 ملاعق مو اكثر. زي ما انتم شايفين حبايبي هيني انا اخذت هذا، طيب، وراح اخليه هون، يعني تقريبا 2 ملاعق مو اكثر حبايبي محتاجين للبصل زي ما قاعد احكي لكم، مو اكثر. طبعا عيوني راحت، انا ما بتحمل البصل هون. راح تاخذون انا هون هذه زبدة الافوكادو، انتوا تقدرون تحطون زبدة الشيا، يعني مو الا زبدة الافوكادو، انا لانها موجودة عندي وسويتها على قناتي فحابة اسوي احط زبدة الافوكادو، لاني انا صراحة بحب زبدة الافوكادو، انا ذوبتها عشان هيك شايفيها هيك سايحة. راح تخلون 2 ملاعق من زبدة الافوكادو او 1.5 ملاعق، واذا ما عندكم زبدة الافوكادو راح تستعملون زبدة الشيا، او اذا ما عندكم زبدة الشيا راح تستعملوا زيت الزيتون كتير كويس كمان، او زيت جوز الهند. زي ما انتم شايفين هسه هون انا حطيت البصل وخليت الافوكادو زبدة الافوكادو هون. انا شو هذا؟ هذا حبايبي مايونيز، بس انا عمليته بالبيت، انتوا تقدرون تستعملون مايونيز العادي تقريبا 2 ملاعق تخلوه. انا العلبة هي صحيح مع المايونيز، بس المايونيز انا عمليته بايدي. طيب هون حبايبي خليت تقريبا قولوا 2 ملاعق من المايونيز، وضروري المايونيز تحطوه بهاي الوصفة. راح نخلي حبايبي صفار البيض محتاجي بهاي الوصفة كمان، صفار البيض كتير حلو زي ما انا دايما احكي
احكي لكم عنه كثير كويس، واللي حابه تحط البيضايه كامله تقدر، بس انا صراحه هيك يكفي شعري زين، كل واحده حسب طول شعرها، اللي شعرها كثير طويل تقدر تحط صفار 2 بيضتين، او تقدرين تستعملين بيضه كامله تخليها على شعرك زي ما انتم شايفين حبايبي. هسه انا هيك قاعده كلها تخلطوه، لازم كله هيك مع بعض، وراح تخلوه ترجعون بالخلاط وهيك حبايبي يكون جاهز. هو ما بعد ما بده اي شيء، طلعوا كيف صار هيك، طلعوا بس عدل الكاميرا عشان اورجيكم، صار هيك، طلعوا هيك سائل. هذا كله تحطوه على شعركم حبايبي بالكامل، تسيبوه ساعة ساعة ونص، بعد الساعة وساعة ونص تغسلون شعركم، تكونون شو محضرين؟ ومحضرين مثلا ماء القرنفل، ماء الكليل الجبل، ماء ورق الغار، ماء المرمية، هاي بالنسبة لصاحبات الشعر شلون نقول لونه أحمر أو لونه أسود، تقدروا تحطون هذه. بالنسبة لصاحبات الشعر الاصفر البابونج تستعملين، بتكونين بعد وانت بالحمام تغسلين شعرك نظيف، وتكون اخر شطفه تكون بالبابونج اللي صاحبات شعر الاشقر. بالنسبه لصاحبات الشعر الاسود تحضرين كليل الجبل، او تحضرين القرنفل، او تحضرين المراميه، او تحضرين شوف يعني ورق الغار، تخليه على شعرك. هذا حبايبي يا ريت تعيدوهن الوصفات اللي اعطيتكم اياها هذا الاسبوع، تعيدون بين فترة وفترة، راح تشوفوا تحسن إلى تساقط الشعر، تكاثف الشعر، يكثف الشعر كتير كويس، يحد يعني من التساقط، يعطي للشعر شلون نقول حيوية ونشاط كتير حلوة، بيطول الشعر فترة كتير وجيزة. أتمنى حبايبي منكم إنه ينال رضاكم هذا الفيديو، أتمنى منكم إنكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي تفعلوا الجرس عشان يوصلكم من عندي حبايبي كل جديد. واللي أتمنى من عندكم إنكم تزوروني على قناتي، قناة مملكة الفنون واليدوية، أنا بذيك القناة بس قاعد يعني لسه دا أهيئ كمان اللي حابة فيديو يمكن يستنى بكرة أو بعده، بس إن شاء الله رح ننزلكم كمان وصفة كتير حلوة اليوم على مملكة الفنون اليدوية، رح ننزلكم فيديو اللي بكرة أو بعده اللي هو طريقة عمل المكدوس، وأتمنى إنكم كل تنال رضاكم، ومع السلامة.